تألق بشكل كبير مع المنتخب الوطني المغربي، وأصبحت كبريات الأندية العالمية تراقبه للتعاقد معه. أسال لعاب الكثير من المدربين، وعلى رأسهم يورين كلوب مدرب ليفربول وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام. إنه سفيان أمرابط الذي جذب أنظار العالم بعد تألقه مع كتيبة أسود الأطلس خلال مباريات بطولة كأس العالم 2022 بقطر. سفيان أمرابط لاعب وسط ارتكاز يلعب حالياً مع نادي فيورتينا الإيطالي. ولد في 21 أغسطس عام 1996 بمدينة هويزين في هولندا من أب وأم مغربيين ينتميان لذوار إعدوين بمنطقة العسارة التابعة لجماعة إم هاجر بإقليم درويش بالناظور. طول سفيان أمرابط 183 سنتيمتر ووزنه 70 كيلوغرام. يستخدم القدم اليمنى أكثر. بدأ مسيرته الكروية في سن مبكرة ضمن فريق ديزيو فوغلز الهولندي الصغير في عام 2003 قبل أن ينضم لأكاديمية نادي أوتريخت في عام 2006، حيث تلقى تكوينه الرياضي وسجلت موهبته ما جعل مسؤولي النادي الهولندي يمنحونه عقدا احترافيا في نوفمبر عام 2013 وهو في سن 17 من عمره خشية خصفه من طرف الأندية الهولندية الأخرى. انتقل في فاتح يونيو عام 2017 إلى فينورد روتردام مقابل 4 ملايين يورو بعقد لمدة 4 سنوات، لكنه غادر الفريق الهولندي بعد موسم واحد فقط متجها إلى بلجيكا مع نادي كلوج ليوقع في 24 من غصة عام 2018 عقدا لمدة 4 سنوات مع النادي البلجيكي بمبلغ مليوني يورو. وكما هو الحال في فينورد سيقضي اللاعب المغربي موسما واحدا فقط مع الفريق ثم ينتقل إلى إيطاليا في 22 من غصة عام 2019. انضم سفيان إلى فريق هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة وهو نادي صاعد الأنذاك لدور الدرجة الأولى الإيطالي، وسرعان ما أظهر كل موهبته ولفت أنظار أكبر الأندية في إيطاليا مثل ميلان وفيرنتينا ونابولي، الشيء الذي عجل بتفعيل بند خيار شراء اللاعب المغربي مقابل 3.5 مليون يورو من فريق هيلاس فيرونا قبل أن يعيد بيعه إلى فيرنتينا مقابل 20 مليون يورو شملت المكافأة بعقد مدته 5 سنوات. بدأ مسيرته الدولية مع منتخب هولندا في الفئات أقل من 15 عاماً قبل أن يختار اللعب للمنتخب الوطني المغربي، حيث انضم إلى فريق الأول في عام 2017 وظهر لأول مرة في 28 من مارس من نفس السنة ضد تونس تحت قيادة المدرب هيرفي رونار. واليوم بعد تألقه الكبير أثار النجم المغربي سفيان أمرابط اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي في ظل توصية المدرب أنطونيو كونتي بالتعاقد مع لاعب ارتكاز بإمكانياته، حيث أكد خبير الانتقالات والصحفي الشهير فابريزو رومانو على حسابه في تويتر أن عرضا آخر قوي من أمرابط إلى جانب تألقه مع نادي فيرنتينا الإيطالي يجعله قريبا من الرحيل عن فريقه في صيف 2023، مشيرا أن توتنهام مهتم به إلى جانب مجموعة من الأندية الأوروبية التي تتابع اللاعب في ظل تألقه ومؤهلاته كلاعب ارتكاز. بدورها صحيفة لاكزيتا ديلا سبورت الإيطالية أكدت في عددها ليوم الثلاثاء أن نجم فيرنتينا أصبح محل اهتمام من نادي ليفربول وتوتنهام، واللذان سيقدمان بعرض جاد للنادي الإيطالي للحصول على خدمات النجم المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وكشفت الصحيفة ذاتها عن أن رئيس نادي فيرنتينا روكو كوميسو لا يريد التفريط في أمرابط وهو مستعد لتمديد عقده إلى ما بعد يونيو 2025 ومنحه زيادة على راتبه الذي يتقاضاه حاليا. بدورها صحيفة كاتشو ميركاتو نقلا عن صحيفة لاكزيتا ديلا سبورت كشفت أن نادي ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب مهتمة بخدمة سفيان أمرابط على أن يتم تقديم عرض رسمي لإدارة فيرنتينا خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب المنبر الإعلامي نفسه.